بسم الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف، قال الناظم رحمه الله تعالى: من غير قال: وكل ما له من الصفات اثبتها في محكم الايات وصح فيما قاله الرسول، فحقه التسليم والقبول. نمرها صريحة كما أتت، ما اعتقاد هذا لما له اقتضت، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. بل قولنا قول أئمة الهدى، طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. وسم ذا النوع من التوحيد، توحيد إثبات بلا ترديد. وسم ذا النوع من التوحيد، توحيد إثبات بلا ترديد. قد أفصح الوحي المبين عنه، فالتمس الهدى المنير عن منه. لا تتبع أقوال كل مارد، ضوء مضل مارد معاند. فليس بعد رب ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. قال رحمه الله: فصل في بيان النوع الثاني من التوحيد، وتوحيد الطلب والقصد، وانه هو معنى لا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. بدأنا ولله الحمد والمنة في الدرس الماضي بدراسة هذا النظم للشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله تعالى. وصلنا عند تعريف توحيد الأسماء والصفات. تعريف توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا معناه أن الأسماء والصفات توقيفية، يتوقف فيها على ما ورد في الكتاب والسنة، ولا تجاوز القرآن والحديث كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وذلك بإثبات ما أثبت نفسه. إذن لا بد أن نثبت كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفى عن نفسه. طريقة أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية نفيها عن الله كما نفى عن نفسه وكما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مع إثبات كمال الضد، لأن النفي المحض ليس بكمال. قال الله سبحانه وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد. نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الظلم، تنفي وتثبت كمال الضد، وهو كمال عدل سبحانه وتعالى. لا تأخذه سنة ولا نوم. نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته. وعلى هذا تفسير. إذن طريقة السنة والجماعة في الصفات المنفية نفيها عن الله كما نفى عن نفسه كما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مع إثبات كمال الضد من غير تحريف. تحريف يعني الانحراف والميل بها عما يجب فيها. ولماذا قال من غير تحريف ولم يقل من غير تأويل؟ لأن هذا الذي جاء في القرآن، وإن استطعت ألا تتكلم إلا بالكتاب والسنة فافعل. وتميزت كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه يأتي ب الألفاظ التي وردت في الكتاب والسنة. الثاني أن بعض الناس لو تقول له أنت مؤول يفرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لكن عندما تقول له أنت محرف يغضب. إذن هذا اللفظ تنفر منه النفوس، أحسن أن نأتي به. الثالث، التأويل ليس كله مذموم. ما دل عليه دليل فهو صحيح مقبول، وما لم يدل عليه دليل فهو فاسد مغدور. أتى أمر الله نقول سيأتي، ما الدليل؟ الدليل فلا تستعجلوا في الآية، مفهوم؟ نعم. إذن المؤلف رحمه الله تعالى قال من غير تحريف ولم يقل من غير تأويل، لأن هذا الذي جاء في القرآن وأقرب للعدل وتنفير الناس من هذا، وأن التأويل ليس كله مذموم. من غير تحريف، تحريف يقول
ينقسم إلى قسمين، تحريف في اللفظ وتحريف في المعنى. التحريف في اللفظ لا يقع إلا من جاهل، كما قال بعضهم، قال وكلم الله موسى تكليما، فحرف قال وكلم الله موسى بنص لفظ الجلال، يعني جعل الذي تكلم موسى عليه الصلاة والسلام. بعض السلف رد عليهم قال تقول الآية على هذا الوجه، ماذا تقول في قوله سبحانه وتعالى وكلمه ربه، لم يحرر جواب، أو بدل أن يقول مثلا الحمد لله رب العالمين يقول الحمد لله رب العالمين، وتحريف في المعنى، وهذا الذي وقع فيه من أنكر الأسماء والصفات، قالوا استوى استولى، نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. أمر اليهود أن يقولوا حط، اغفر لنا، حط عنا خطايانا، اغفر لنا خطايانا، فقالوا حنطة وحبة في شعره. وأمرنا أن نقول استوى فزادوا اللام. يقول النون عند اليهود هي اللام عند هؤلاء، مفهوم؟ أي نعم. ولم يرد في لغة أصلا ولا في كتاب ولا في سنة أن استوى بمعنى استوى. إذن تحريف إما في اللفظ أو في المعنى، من غير تحريف ولا تعطيل. التعطيل التخلي والترك وبئر معطلة، وهو تعطيل ما يجب إثباته لله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات. والتعطيل ينقسم إلى قسمين، تعطيل كلي كتعطيل الجهمية، وتعطيل جزئي كتعطيل الأشاعرة. وبهذا نعلم أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة. كيف يكون من أهل السنة والجماعة هم يردوا كل الصفات إلا سبع صفات؟ حتى هم في السبع صفات لم يثبتوا هذه الصفات السبع كما أثبت أهل السنة والجماعة، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف. التكييف يسأل عنه بكيف، كما قال الإمام مالك الرحمن العرش استوى، قال كيف استوى؟ والتكييف محرم، سواء كان باللسان تعبيرا أو بالبنان تحريرا أو بالقلب تقديرا. مثال: الشيخ اشترى سيارة مرسيدس 2017، فهذا الأخ يسأل يقول كيف هذه السيارة؟ إذن هذا سؤال عن كيفية، فهذا يبدأ يشرح يقول السيارة ترى وصفها كذا وكذا وكذا، هذا تكييف باللسان، نعم، أو يرسم لك السيارة على ورقة، هذا تكييف بالبناء، طيب بالرسم، أو مجرد ما قلت اشترى فلان سيارة 2017 هذا تركب في ذهن شكل للسيارة، هذا تكييف بالقلب، مفهوم؟ هذا كله محرم بالنسبة لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن لم نرى الله ولم سبحانه وتعالى ولم يخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، وليس له مثيل. كيف تعرف الكيفية؟ بالنظر لهذه السيارة، صح؟ نعم، أو يأتي ويخبرنا عنها لأنه صادق عندنا الآن، أو يقول سيارة فلان مثل سيارة فلان إذا كان لها مثيل. والله سبحانه وتعالى لم نرى الله ولم يخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، وليس له مثيل. إذن القول في الكيفية قول على الله بلا علم، من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. لماذا قال تمثيل ولم يقل تشبيه؟ الأول لأنه هذا الذي جاء في القرآن، ليس كمثل شيء. الثاني: ما من شيء في الوجود إلا وبينهما شيء يشتبهان فيه. مثال: تقول رأس الإبل ورأس المال ورأس الوادي، رأس ورأس ورأس، لكن لكل واحد رأس يليق به، نعم. تقول الحديد إذا صهر فهو لين، وفلان لين، هل ليونة هذا مثل ليونة الحديد؟ لا، في فرق، مفهوم؟ فالصفة بحسب الموصوف. الثالث قال
أن أهل الباطل ساروا على طريقة أعداء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أتباع من بعدهم. قالوا عن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام كاذب وساحر ومجنون ودجال وكذا، وقالوا عن الصحابة رضوان الله عليهم، وقالوا عن الأئمة، حتى قالوا عن أهل السنة، لقبوا أهل السنة بألقاب حتى ينفروا الناس عنهم، مشبهة، مجسمة، نواصب، نوابغ، غثاء. وفي العصر الحاضر قالوا عنهم وهابيين، كل من يعلم الناس التوحيد يقال عنه وهابي. مفهوم؟ إذن ثلاثة أمور. لماذا جاء قال من غير تمثيل ولم يقل من غير تشبيه؟ إن هذا الذي جاء في القرآن، وما من شيء في الوجود إلا وبينهما شيء يشتبهان فيه. الثالث أنهم رموا أهل السنة بالمشبهة. مفهوم؟ نعم. كذا انتهينا ولا بقي شيء؟ اقرأ، عيد الأبيات، عيد الأبيات التحريف. نعم. يبقى معنا الإلحاد. ولله تقديم من حق التأخير يدل على الحصر. أصل الكلام الأسماء الحسنى لله، تقول ولله تقديم من حق التأخير يدل على الحصر، لله لا لغيره. ولله الأسماء الحسنى البالغة في الحسن أكملة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها دعاء عبادة ودعاء مسألة، فادعوه بها وذروا اتركوا، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الإلحاد، إلحاد ينقسم إلى قسمين، إلحاد في الأسماء والصفات وإلحاد في الآيات. الإلحاد في الأسماء والصفات والإلحاد في الآيات. الإلحاد في الآيات، آيات الله سبحانه وتعالى إما شرعية أو كونية. الإلحاد في الآيات الشرعية يقول القرآن مخلوق. الإلحاد في الآيات الكونية يقول الطبيعة تخلق الأشياء. الإلحاد في الأسماء والصفات أن ينكر الأسماء كلها أو بعضها، يثبت الاسم وينكر الصفة، سميع بلا سمع مثلا، يجعلها دالة على التمثيل، يشتق منها أسماء للأصنام، سموا اللات من الإله والعزة من العزيز ومناة من اسم الله مناة، أو يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، علة فاعلة وقادر على الاختراع. وثالث ثلاثة. أعيد مرة أخرى، الإلحاد ينقسم إلى قسمين، الإلحاد في الأسماء والصفات والإلحاد في الآيات، آيات شرعية وكونية. الإلحاد في الأسماء والصفات ينكر الأسماء كلها وبعضها، يجعلها دالة على التمثيل، يشتق منها أسماء للأصنام، يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، يثبت الاسم وينكر الصفة. نعم. نعم، خلاص انتهينا. يلا بسم الله. قال رحمه الله: فصل في بيان النوع الثاني من التوحيد وتوحيد الطلب والقصد، وانه هو معنى لا اله الا الله. معنى لا اله الا الله، لا معبود، عباده. فاذا كان هو الرب لابد ان يكون له الاسماء والصفات، واذا كان هو الرب لابد ان يعبد. يا ايها الناس اعبدوا ربكم، اي وحدوا. كل عبادة في القرآن معناها التوحيد، قول ابن عباس رضي الله عنه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لماذا؟ قال الذي خلقكم. إذا كان هو الخالق فهو المستحق للعبادة، فكل عبادة في القرآن معناها التوحيد، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا التوحيد الذي تخاصم النبي صلى الله عليه وسلم فيه مع الكفار الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام: ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم. يسمى توحيد الألوهية وتوحيد العبودية وتوحيد العبادة، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد. نعم. هذا هو ثاني نوعي التوحيد، إفرادهم بالعرش عن الندين. نعم، عن الند، لأنهم الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعلوا هذه الآلهة تخلق وترزق، لا، جعلوها تعبد وتقصد. نعم، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله: أي في المحبة والعبادة، أما في الربوبية لا. نعم. أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. معترفا بحقه، وهذا حق لله، كيف تعبد غير الله؟ نعم، لا جاحدا.
هو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا. نعم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ما هذا البعث؟ أن يعبدوا. إذن دين الأنبياء واحد عليهم الصلاة والسلام، واجتنبوا الطاغوت. نعم. وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان. نعم، أنزل الكتاب والتبيان وفرق الله سبحانه وتعالى بالتوحيد بين الحق والباطل، والقرآن من أسمائه الفرقان، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يفرق. نعم، يفرق بين الحق والباطل، ولا بد أن نفرق. وألف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتابا سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعم. وكلف الله الرسل المجتبى قتالا عنه تولى وأباه. نعم، حتى يكون الدين حق خالصا. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. نعم، حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله. نعم، وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا. نعم، وقد حوت لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الفوز والسعادة. نعم، من قالها معتقدا معناها، قالها بلسانه معتقدا بقلبه عاملا بجوارحه، تقول أشهد أي أجعل الغيب كالشهادة، أشهد أقر بقلبي ناطقا بلساني عاملا بجوارحي ألا معبود بحق إلا الله، أكفر بجميع معبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله فعبادته باطلة، وهذه هي شروط لا إله إلا الله. نعم، من قال معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها. نعم، قول عمل اعتقاد في القول والفعل، ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناجٍ آمنا. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم النجاة. نعم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الذين آمنوا ولم يلبسوا يخلقوا إيمانهم بظلم بشرك، الثمر أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أمن في الدنيا وأمن في الآخرة، هداية في الدنيا وهداية في الآخرة، نسأل الله من فضله. نعم، إن معناها الذي عليهم دلت يقينا وهدت إليه، معنى لا إله إلا الله. نعم، ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد. إذا لابد في لا إله إلا الله من ركنين، كفر بالطاغوت وإيمان بالله. نعم، بالخلق والرزق والتدبير جل عن الشريك والنظير. نعم، بشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت. لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لكن نعرف لا يمكن المفتاح أن يفتح إلا بأسنان، هذه الأسنان يسميها العلماء شروط لا إله إلا الله، فأي حديث يرد فيه من قال لا إله إلا الله فله كذا، لا يمكن لا إله إلا الله في هذا الحديث أنها تنفع إلا بهذه الشروط. نعم، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، يستكمل الشروط السبعة بل هي ثمانية. نعم، العلم واليقين. العلم بمعنى لا إله إلا الله، ليس العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، لا، العلم بمعنى لا إله إلا الله، يعني الذي يجهل معنى لا إله إلا الله والله لا تنفعه. نعم، واليقين. اليقين وضد اليقين الشك، لو شك 1% في أن الله سبحانه وتعالى منفرد بالربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات، أو شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسوله وكذب عليه الصلاة والسلام، والله لا تنفع لا إله إلا الله. نعم، والقبول ضده الرد، فلا يمكن أن نرد شيء من الكتاب والسنة. نعم، والانقياد. الانقياد لابد من العمل. نعم، ولهذا قال الإعراض عن دين الله بالكلية، لا يتعلم ولا يعمل، من نواقض الإسلام. والانقياد بدر ما أقول. نعم، والصدق. الصدق ضد الكذب، لأن المنافق من صلى الله عليه وسلم كاذب في قول لا إله إلا الله. نعم، والإخلاص ضد الشرك، ولهذا الشرك إذا دخل في العبادة أفسدها. عندي سؤال ما أمثل عليك، ما في أنت أمرك لله، هذا الأخ
خرج الآن من المسجد ورأى فقير وأعطاه 100 العملة هنا دينار. لماذا؟ حتى راح هذا وقل عنه ما شاء الله متصدق. ما حكم هذا الفعل؟ رياء شرك أصغر صح؟ تمام. إنسان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، مراعاة للخلق، ما حكم هذا الفعل؟ رياء حكمه شرك أصغر مثل الرياء في الصدقة أو هناك فرق؟ يقول فرق، لأن الذي يرائي في الصدقة هذا شرك أصغر، لكن يرائي في لا إله إلا الله إذا لم يدخل في الإسلام أصلا، مفهوم؟ شرك أكبر. إذا هناك فرق بين يا أخواننا أنتم ما تسمع إيش يقول؟ الإخلاص، مفهوم؟ إذا لو رأى لا يفتح هذا المفتاح. نعم. والمحبة، المحبة وفقك الله لما أحب، المحبة وفق الله الجميع، المحبة يحب الله ولا يحب أحد مع الله، يحب الله ولا يحب أحد مع الله. طيب أين محبة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والملائكة والصالحين كل واحد؟ محبة هؤلاء تحت محبة الله، ولا يمكن نجعل محبة النبي صلى الله عليه وسلم مساوية لمحبة الله سبحانه وتعالى. يحب الله ولا يحب أحد مع الله، ويحب كل من أمر الله سبحانه وتعالى بمحبته. نعم. وضد هذا البغض، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام قال ولو عمل به كفر. نعم. والمحبة وفق الله إلى أحبه، وفق الله الجميع. آمين. نعم. وقل فصل في تعريف العبادة، بقي معنا الشرط الثامن، الكفر بما يعبد من دون الله، لأن الشهادة تقوم على ركنين، كفر بالطاغوت وإيمان بالله. نعم. فصل في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. هذه الأصول الثلاثة الآن. نعم. العبادة تعرف باعتبارين، العبادة تعرف بالنسبة للعمل وبالنسبة للعامل. بالنسبة للعمل كما عرف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة كالصلاة، الباطن الخوف والرجاء التوكل مثلا، أو الظاهرة أركان الإسلام والباطن أركان الإيمان. هذا باعتبار العمل. باعتبار العامل هو التذلل لله سبحانه وتعالى، فعل الأوامر واجتناب النواهي محبة وتعظيم. هذا الآن يتذلل لله عبادة. نعم. محبة وتعظيم بين الخوف والرجاء. نعم. ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي لكل ما يرضي الإله السامع. نعم. في الحديث مخها الدعاء، مخها الدعاء الحديث ضعيف ويغني عنه، الدعاء هو العبادة، ويدل على هذا قول الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل عن دعاء. إذن الدعاء هو العبادة، أعمالنا كلها عبادة، دعاء وهو عبادة، إما دعاء بلسان الحال أو دعاء بلسان المقال. دعاء بلسان المقال اللهم اغفرني وارحمني، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، ودعاء بلسان الحال يطلق اللحية يقصر الثوب يأمر بالمعروف ينهى عن داعي، كأنه داعي إن الله سبحانه وتعالى يدخل الجنة. نعم. وفي الحديث المخاد دعاء خوف توكل كالرجاء. خوف، الخوف عبادة وتعظيم وسر، صرفه لغير الله شرك أكبر. خوف توكل، توكل هو صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروعة، ثلاثة أشياء، صدق وثقة والأخذ بالأسباب المشروعة. نعم. كذا الرجاء، الرجاء فمن كان يرجو أن يطمع في لقاء الله سبحانه وتعالى. نعم. ورغبة، والرغبة، الرغبة والرهبة. نعم. اسمع ارتاح، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أعمال القلوب أحسن ما قيل في تعريفها أن تأتي بلفظها، وارتاح. ما هو الخوف؟ قال خوف، أنا لا أستطيع أن أشرح لك الخوف أكثر من أقول، من أن أقول أنه خوف. الغضب، غضب. حب، حب.
طالب العلم. طيب امشي. نعم. ورهبة ورهبة خشوع وخشية إنابة خضوع. نعم. والاستعاذة والاستعانة. الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة مثل باب الدعاء، يصح أن تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه بشروط أربعة: حي وحاضر وقادر، وتعتقد أنه سبب. اختل شرط كانت شرك. مثل الدعاء، يصح طلب دعاء المسألة من الخلق فيما يقدر عليه بشروط أربعة: حي خرج به ميت، حاضر غائب، قادر عاجل، سبب ما لو اعتقد أن لهذا تصرف خفي في الكون وبيد جلب المنافع ودفع المضار. نعم. كالاستغاثة به سبحانه. نعم. وذبح والنذر وغيره. الذبح، ذبح لغير الله محبة وتعظيما شكرا، والذبح لله هدي وأضاحي وعقيق وصدقات، هذا لله. نعم. ذبح والنذر. النذر عندنا نذر لله ونذر لغير الله. النذر لغير الله شرك أكبر. نعم. الحلف بغير الله الأصل فيه أنه شرك أصغر، أما النذر يقول لم ينذر إلا وهو يعظم هذا كما يعظم الله فهو أكبر. نعم. فمن هديت أوضح المسالك. نعم. وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. أقبح المناهي شرك، بل هو الشرك الأكبر. نسأل العافية والسلامة. نعم. قال رحمه الله: فصل في بينه وبين، لأن أعظم المحرمات عقوق الوالدين. صحيح؟ أعظم المحرمات عقوق الوالدين يا رجل. أعظم، مو من أعظم، أعظم المحرمات عقوق الوالدين. خطأ. وش يقول هو؟ اقرأ بالله. وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. أقبح المناهي، ما قال من أقبح المناهي، صح؟ أي نعم. إذن أعظم المحرمات الشرك بالله، ولا نشك في هذا، تمام. أوجب الواجبات بر الوالدين، سبحان الله. خطأ. أوجب الواجبات توحيد، أي نعم، يا رجل عاق لوالديك ولكن موحد، ها؟ يخلد في النار خلد أبدي؟ لا. نعم. فصل في بيان أن التوحيد هو الشرك، وأنه ينقسم إلى قسمين أصغر وأكبر، وبيانه لكل منهما. طيب انتبه معي، بعض العلماء يقول أنه لا يوجد تعريف منضبط للشرك الأكبر والشرك الأصغر، لكن يوجد تفريق. وقال بعض العلماء رحمهم الله أن العلم ما هو؟ قال العلم سبر وتقسيم وجمع وتفريق، هذا العلم. سبر وتقسيم، ينظر في نصوص الكتاب والسنة، وقال أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، هذا سبر، نظر في الأدلة ثم قسم، مفهوم؟ وجمع وتفريق، الذي لا يفرق بين الشرك أكبر وأصغر هذا لا يعرف شيء، صح؟ أي نعم، لازم تفرق. قال تفرق بين الأش الكوع والبوع، صح؟ قال ما أعرف كوع من بوع، تعرف؟ أكيد؟ وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره كرسوع، والرزق ما وصل، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فاحفظ واحذر من الغلط. نعم. الشرك الأكبر مخرج من الملة، أصغر غير مخرج، صاحب مخلد خلود أبدي في النار، غير مخلد خلود أبدي في النار، لا يغفر إذا مات عليه، يغفر إذا مات عليه لا، يعذب بقدر شركه ثم يدخل الجنة، خلود أبدي لا يخلد خلود أبدي. كل ما أطلق الشرع عليه أنه شرك أو كفر ولم يعرف بألف، الأصل أنه أصغر، مفهوم؟ كل ما كان وسيلة للأكبر فهو أصغر. كل من اعتقد أن له تصرف خف الكون أو بيده جلب المنافع دفع المضار فهذا أكبر. كل من اعتقد وجعل ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب فهذا أصغر. هذه فروقات بين الشرك الأكبر، ها؟ مكتوبة. طيب، مخلد خلود أبدي، غير مخلد خلود أبدي، محبط لكل الأعمال، محبط للعمل الخاص. كل ما أطلق